فهد فارع خذ الاتصال. في ذمتك. ايه لبيك وسعديك يا فهد، اسف الشبكه قطعت عندي. يا مرحبا يا ابو سعد، والله العظيم اني احبك لكني ما نادئتك، وانت والله العظيم انك جايني من السماء. ابو سعد يا حبيبي يا فهد، صل على محمد. اللهم صل على محمد. يعلم الله انك اضافه كبيره لفهد فارع في مسيرته الدنيويه. خلي الاعلاميه تقعد. والله وتالله اني احبك حب لا يعلمه الا الله، واني داعي لك صلاه الفجر اليوم حسيت انك في حاجه تدعى، واني داعي لك. الله يحبك ويجعلني عونا على ذا الحب اللي هو والله انه كبير علي. يشهد الله. قول يا الله، قول يا الله يا ابو سعد. يا الله يا رب ان الله يدخل والديك الجنه. امين. انت من يسمع. والله انك تحملت مهمه كبيره وانت قدها يا حبيبي. والله اني يسعدك ويعينك ان شاء الله. اللهم امين. جعل عمرك يطول من يسمع يا فهد. الله يرضى عليك ويرحم والديك. والديك مرحبا ابو سعد. البقى يا المتميز جدا والاضافه الكبيره لسكريب يا حبيبي. الله يسعدك. ما عليه الله يطول في عمرك يا بعد راسي. والله قبل شوي قلت الكلام، لكن والله يا زياد اني اقولها لكم صادق، يعني هذه الامانه يا حبيبي يا احمد، يعني بعيدا عن نحن على شاشات او اعلام، لكن بالعكس هذه تكون احيانا الواحد لما يمدح الشخص قدام الشاشه ما يكون لا زور ولا مجامله، يكون شيء عشان اللي ربوك انهم يتفخرون فيك، وانت ما يحتاج ان تفخر الجميع والله يا زياد. لذلك انا اقول والله بعيدا عن البرنامج، ان كنا ببرنامج او لا والله ان كسبت اخوان، هذه بعيدا عن الاعلام، اخوان من زياد، من اداره، من قناه كامله، والله العظيم ان هذا الشيء المكسب اللي كسبناه بالدنيا، وانتم على قولتهم اخوان الدنيا يا زياد. والله يوفقك ويكتب لك اللي فيه خير. اي والله يعني يوم قلت اسلم السكريبت لان ما نجح. شغلك سكريبت، عساك ما نسيتنا. بس اقول لك لولا الله ثم نجاح البزنس ما نجحنا في سكريبت يا احمد. يا سلام. الله يطول بعماركم. ما اطول عليكم يا عبد الرحمن، عسى الله يوفقكم ان شاء الله وييسر اموركم. كل حبي لك وللشباب اللي معك، وعسى الله يوفقكم وافرح فيكم يوم من الايام، بلغتم على الاقل منتصف طموحكم. الله يعطيك العافيه ابو سعد، شكرا جزيلا. استودعناك الله يا حبيبي. يا هلا ابو سعد. طبعا انا توقعت انه بيجينا اتصال، عشان كذا رحت لفهد وقلت له خذ الاتصال. انا ما توقعت ان ابو سعد بيرجع،